الأستاذ الدكتور طلعت عبد العاطي أستاذ ورئيس وحدة السكر كلية الطب جامعة اسكندرية. بالنسبة للموضوع اللي هنتكلم عليه هو الصيام في رمضان، ده يتعلق بجزئين، الطبيب والمريض. الطبيب لابد يركز على المرضى، يعرف مين اللي ممكن يصوم ومين اللي مش ممكن يصوم. اللي مش ممكن يصوم لازم يبقى مأكد عليه الناس اللي عندها هبوط في السكر مفاجئ، أو الناس اللي عندها غيبوبات سكر متكررة سواء كان زيادة أو سواء كان نقصان، أو المريض أو الست اللي هي الحامل أو اللي بترضع وعندها سكر. النوع الثاني اللي ممكن يصوم الناس اللي هي بتاخد أدوية، اللي ما بتعملش هبوط في السكر، الناس اللي سكرها مظبوط، اللي ما عندهاش أمراض. مطلوب من الدكتور إن هو يحاول يغير استراتيجية العلاج للمريض أثناء رمضان، لأن في بعض الأدوية بتحتاج للتغيير أثناء رمضان. كمان لازم ينبه المريض إزاي يعمل تحاليل للسكر قبل الفطار بساعتين، وبعد الفطار بساعتين، وقبل السحور بساعتين، وبعد السحور بساعتين لو أمكن، وإمتى يتوقف المريض عن الصيام لو حصل هبوط مفاجئ في السكر عن 70، أو لو حصل زيادة في السكر عن 300. الجزء الخاص بالمرضى لازم المريض يسمع كلام الدكتور، لأنه الدكتور بينصحه، الدكتور اللي هو عارف خطورة مرض السكر عليه وعارف حالة المريض. لازم المريض يسمع كلامه، ولازم يستشير طبيبه، ولازم يتابع سكره باستمرار مع نفسه ومع طبيبه، وأي تغيير في العلاج أو أي تغيير في أعراض المريض لازم يقول للدكتور عليها في كل زيارة. ونتمنى لحضراتكم صيام آمن إن شاء الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين.